نحن الآن في مخيم كاليه شمال فرنسا والمعروف باسم أدغال كاليه. هناك نحو 10,000 مهاجر وطالب لجوء في هذا المخيم الذي سيتم تفكيكه عند الصباح. هناك 170 حافلة خصصتها السلطات الفرنسية لنقل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى المناطق الفرنسية، ولكن الكثير من هؤلاء يرفض البقاء في فرنسا ويريد الذهاب إلى بريطانيا، ولذلك هو هنا منذ شهور، ومنهم من هو هنا منذ أكثر من عام ونصف يعتبرها نقطة عبور إلى بريطانيا. هناك السور الموجود خلفي الذي يؤدي إلى الطريق السريع للشاحنات التي تنقل البضائع عبر نفق المانش إلى بريطانيا. هناك الكثير من المهاجرين الذين يحاولون عبور هذا السور وقطع الأسلاك الحديدية لكي يوقفوا الشاحنات أو يستطيعوا الوصول إلى قلب هذه الشاحنات والمرور عبرها عبر نفق المانش، العبور على متنها عبر نفق المانش للوصول إلى بريطانيا. إذن الأجواء هنا متوترة قبل بدء هذا التفكيك، ولا يعرف اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون لا يعرفون مصيرهم وهم يخشون من ذلك. هناك العديد منهم الذي أبلغ السلطات بأنه لا يود الذهاب، ولكن يبدو بحسب الجمعيات التي وزعت هنا بكل اللغات وثائق تشرح ما الذي يجري وتقول للجميع بأنهم لابد من أن يتركوا المخيم الذي سيتم تدميره بالكامل خلال الأيام المقبلة.